توظيف هذه الوسائل فيسبوك وتويتر وإلى آخره في الإرهاب والإرهابيين. إحصائية ظهرت رسمية في السعودية أن هناك أكثر من 500,000 حساب وهمي في تويتر لمحاربة السعودية فقط. طبعا وما يقال عن غيرها، وأكيد في حسابات تحارب وداعش وداعش. وللأمانة يا دكتور، وحسب إحصائيات المختصين إنه الجماعات الإرهابية متقنة للتكنولوجيا أكثر من الدول. نعم واضح. يعني سواء كمان القاعدة أو داعش الآن لهم حسابات مخيفة. كلمتك في الموضوع. وهذا على فكرة يعني يثير سؤالا يا دكتور. نعم. بصراحة لأنهم نعم. واضحين. يعني داعش لم تأتي من المريخ طبعا. نحن لدينا في دولنا وبلداننا في شباب وأذكياء وطاقات. لماذا يكون هذا التنظيم مثلا يتوفر على طاقات ولا هي الأكثر تفوقا مثلا؟ نعم. ألا يفتح هذا لسؤال أنه قد يكون هذه التنظيمات فعلا يعني ضمن مخطط عالمي رهيب كبير لقلقلة هذه المنطقة وتمزيقها وتمزيعها؟ سؤال يعني لابد أن يفكر فيه الناس على كل حال. لكن أنهم يستغلون هذا التواصل واضح طبعا، أنهم يستغلونها ومتفوقون ومتفوقون جدا، الأكثر تفوقا، وقد نجحوا إلى حد مزعج ومقلق في اجتذاب كثير من الشباب من أوروبا ومن الدول العربية وغيرها إلى ساحاتهم التي يقاتلون فيها طبعا في معاركهم الفاشلة هذه للأسف ضد الأمة وضد الدين وضد كل شيء. السؤال مرة أخرى يا دكتور، ليس غريبا مما يثير الاستغراب أو العجب أنهم نجحوا في هذا أن يصلوا إلى الشباب. الوصول سهل، وكان يمكن لغيرهم ولا يزال لغيرهم أيضا الإمكانية. نعم. أن يصل فرصة. للشباب. نعم نعم. ليست هذه المشكلة وليس هذا ما ينبغي أن يكون سؤال يثار هنا. السؤال الذي ينبغي أن يثار ما هو؟ كيف نجحوا في إقناع الشباب، أي في اختراق الشباب؟ كيف وصل للشاب؟ واضح عبر هذه الوسائل. كيف نجح في اختراقه؟ والجواب بكلمة، لأن شبابنا غير محصنين. السؤال أن لماذا غير محصنين؟ لأنهم يعتمدون على الدعاة والرقائق والمواعظ والوعظ والفكر الهوائي الفضائي العاطفي العاطفة الدينية. نعم، ليس على علم مؤصل وفكر مؤسس حقيقي حقيقي يعطيهم هذه الحصانة بما يجعلهم غير مكشوفين أمام هؤلاء الناس. للأسف الشديد هو هذا. طيب يا دكتور، موضوع التهكير وموضوع وضع الصور بالذات صور النساء في جوالاتهم وبعضهم في الانستغرام وبعضهم تقول هذا حساب برايفت، هل ترى أن الأمر فيه خطورة ولا؟ نعم في خطورة واضحة للابتزاز، وقد حصل. أنا تأتيني دائما مشاهدات من بعض يعني جميل. من يعرفني نعم. يعني خضعوا لابتزازات المساكين حتى لو برايفت برضو يا دكتور. إيه؟ ممكن التلاعب في نعم الموضوع. يمكن القرصنة، معروف القرصنة. نعم. هذه نعم. فيمكن يصلوا لذلك الإنسان يظن أن يضع مثل هذه الصور ذات الخصوصية، لأنها أيضا قد يعني يأخذ صورة ابنتك أو صورة زوجتك مثلا والعياذ بالله، ثم يركبها على مشاهد وأشياء عجيبة يعني على صور أخرى، وأنت تبتز بعدين عاطفيا وماليا. حدث هذا، الإنسان دائما يبتعد عن مواضع الشبهات هذه قدر ما يستطيع. أفضل بالذات الأمور الخاصة يعني كما قلنا. لأنه في عندك استعداد غير عادي، استعداد مقلق ومزعج لا أخلاقي للبذاء والعدوان على الناس وابتزازهم وتعطيهم معنويا، يعني الوضع غير مطمئن للأسف الشديد. لو أردنا أن نصدر حكم على أصحاب الهكر، إلى أي إلى أي إلى أي جهة من جنح من الجنح والإجرام تقيسها؟ هل نقيسها بالسارق مثلا العقوبة؟ فيها طبعا، فيها باب سرقة بلا شك، فيها نعم. باب صيال على الناس، عدوان نعم. طبعا على أملاكهم، طبعا صوري أنا وحساباتي الخاصة هذه ملك إلي أيضا، أنت تعتدي على أي ملكي الخاص، أليس كذلك؟ لا. فيمكن هي أن تكيف بأكثر أي من طريقة. لكن هذا يعني يخص في الأخير إيه؟ طيب. الذين يسنون القوانين.